أصدرت الشرطة القضائية مذكرة بحث في حق المغني الشعبي عادل الميلودي على خلفية التهديد الذي وجهه لعناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للشرطة القضائية بالقنيطرة، والذين أوقفوا ابنه وزوجته بسيارته في آخر خرجة له في صفحته على الفيسبوك، وقد بث هذا التهديد مباشرة في صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي، ولهذا أصدر مذكرة بحث واعتقال في حق هذا الفنان الشعبي.